الله. السلام عليكم. اسم فرات الفضيل، تعاونية الحمومية، ولاد طيب سايس. بالنسبة جينا لهذا المعرض كفلاحة، شنا بزاف ديال الحوايج بما يخص الغنم، بما يخص البقر، بما يخص يعني بزاف ديال المواشي. الملاحظة اللي غادي نلاحظ بالنسبة للغنم، يعني كاين واحد، كاين الجودة، كاين إقبال، كاين بزاف ديال الكسابة اللي عندهم واحد المنتوج اللي هو جيد بواحد الصفة يعني في المستوى وأحسن كاع. فيما يخص القضية ديال هنا، أنا كنتكلم بالنسبة كملاحظة هنا بالنسبة للمعرض. فيما يخص بالنسبة للأسواق، يعني كفلاح، القضية ديال الكسب فيما يخص الغنم، كاين واحد الثمن اللي هو خيالي بزاف. النعجة يعني وصلت لواحد الثمن اللي 6000 درهم، 5000 درهم، يعني شي حاجة، يعني هادشي ما كناش كنتوقعوه وما كناش دايرين بحسابه أصلا كاع. يعني ما عرفناش شنو هو السبب المراجع، واش القلة ديال الغنم، الماشية اللي ما بقاتش، أو لا شي حاجة أخرى ما نقدروش. هو كاين الغلا فيما يخص العالف، يعني بالنسبة للجفاف تماما. كاين واحد المشروع اللي قبلت عليه الدولة، يعني وبدات فيه انها كتجيب بالنسبة للمستثمرين، الناس اللي غيجيبوا الخروف ديال العيد من برا. وحاليا كاين دخل الأسواق، كاين الأسواق اللي وصلهم هذا المنتوج. وكملاحظة يعني ان بدا النقص ديال الارتفاع اللي كان فيه الحولي بدا كينقص شوية بالنسبة كمرحلة أولية دابا حاليا، قبل ما كاين مازال ما كاين العيد لا والو. مقارنة مع اللي فات غادي يكون، ما نقدرش نقول لك الغلا ولا، ولأن كاين الكسيبة داخل بزايد، كاين الخروف كاين عليه طلب كثير، وكاين واحد الكمية كبيرة وافرة بالنسبة للسوق المغربية غادي تكون يعني بالنسبة للأضاحي. وكنتمناو على ان يعني يكون في المستوى في المتناول ديال الجميع، لان بالنسبه للغلاء ديال المنتوج المحلي يعني كيرجع لاسباب كثيره فيما يخص العال، فيما يخص يعني الماكله، وهذا الشيء راه كيلاحظوا الجميع على اساس العوامل الجفاف اللي كاينه الى اخره. وكنتمناو على ان الامور تكون على احسن ما يرام والكل يستفد ان شاء الله. وشكرا لكم، شكرا لكم. تيخلوا لك الثمن هو في بلاصته، ماشي تينقصوا منه ولا شي حاجه، تيخلوه هو في بلاصته. الثمن ديال البلاد، دابا الغنم ديال البلاد ماشي هي ديال برا. هذا هو المشكل. مزيان. العيد شويه يكون مرتفع. باقي الغنم غالي. لما كانش الغنم استولدت من برا وجات دخلت المغرب، غيكون العيد غالي بزاف. غيكون غالي غالي غالي. يكون دابا حاليا كاين الغلا، هي باقا شهرين تقريبا وباقي الغلا. واه يمكن تكون قاصحة شوية. باينة. هو دابا راه غالي، دابا كسيبة غالي. وما نعرف من العلب ولا من داكشي، من الماكلة غالية ولا ماكلة غالية. تكون هذه أزمة عالمية على ما تنظن أنا. هذه أزمة عالمية. أزمة من ناحية البترون ومن ناحية الغاز ومن ناحية هادشي ومن ناحية الحروب اللي كاين، بالخصوص في قطاع غزة وبالخصوص في سيدي الأوكرانية، كاين بزاف هاد. هاد العام مرتفع، هاد العام مرتفع. ما طاحت هاد الشتاء غتزيد ترتفع. حيت دابا هي ما طاحت مؤخرة، حيت دابا بحال دابا الحوز ما عندهمش الفلاحة. حنا عندنا هاد المنطقة ديال الغرب عندنا الفلاحة، الحوز ما عندهمش. هنا فين كاين دابا، هما هنا فين كاين الارتفاع ديال لا العلف ولا التبن ولا أي حاجة، كاين الرئيسي هو الشتاء. السبب هو الدولة يكون عندها الدعم شوية لهاد الفلاحة، يكون خاص الدعم. الدعم كله لهاد المساكين خاص يكون دعم من ناحية أجور ومن ناحية كل شيء، مرتفع كل شيء، والأجور ما تترتفع ما تزيد ما تدير والو. وحتى الناس ديال الانتريز ما عندهمش داك الشيء اللي بقى بارك في بلاصته، ما تيزيدو من والو. والسلعة وداك الشيء والمواد الغذائية وكل شيء تيرتفع. هذا خاص يكون عنده حد. في الغرب كاين السقي وداك الشيء، باش كاين الفلاحة دابا كاين الربيع تياخذوا ديك البيرسيم. هنا معاونة الكسيبة مزيان، هي اللي معاونة دابا بيرسيم. عندنا منطقة الغرب كاين البيرسيم، المهم شبعان الكسيبة.
لا صافي. بالنسبه للقضيه ديال تربيه المواشي، كان الجفاف مأثر على الفلاحه بزاف، ولكن ملي جا داك الدعم ديال الشعير على ما نظن راه الفلاحه ان شاء الله الرحمن الرحيم راه غادي يوفروا الاعياد، وان شاء الله الرحمن الرحيم السمونيه غادي تكون ان شاء الله مع هذه المناسبه ديال المطر. الحمد لله، واخا بعض المناطق ما فيهمش ما طاحتش فيهم الشتاء، ولكن المناطق اللي طاحت فيهم الشتاء راه ان شاء الله كاين الخير. كنتمنوا ان شاء الله غادي توفر العيد للمواطنين ان شاء الله الرحمن الرحيم، ومع الى كاين الاستيراد عاوتاني من برا راه ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي ما غاديش يكون الخصاص. والحمد لله العام كيبشر بالخير، الفلاحه راه ان شاء الله الرحمن الرحيم راه جايه على ما نظن ان شاء الله، الله يكمل علينا بخير وعلى خير ان شاء الله الرحمن الرحيم، وما نتمناو الى خير ان شاء الله الرحمن الرحيم. ودابا الفلاحه راه كيجتهدوا باش غادي يوجدوا العيد، وباش غادي يوجدوا يسمنوا الكسيبات ديالهم. والقضيه ديال الاعلاف كنطلبوا من الدوله باش تستمر بالدعم ديال الشعير ان شاء الله الرحمن الرحيم، ما غاديش يكون الخصاص. بالنسبه للمتطلبات كنطلبوا باش يكون واحد تنظيم الشعير باش الناس غادي كيبقاو كاين واحد الاكتظاظ، كنطلبوا باش غادي يمشي داك الشيء على ما يرام باش كل الفلاحه كنطلبوا من الدوله باش غادي تنظم هذا الشيء ديال الشعير باش كل فلاح ياخذ النصيب ديالو. راه كاينين الفلاحه اللي كيتسناو حتى كتفوت لهم الوقت، لان بالنسبه للعلف ما خصوش يكون الوقت الاقتطاع، التسمين ما خصكش، خص بنادم يمشي مستمر باش بنادم يطلع الكسيبه ديالو. والله يجازيكم بخير، بغيناكم باش توصلوا هذا الشيء ان شاء الله الرحمن الرحيم، بان الفلاحه العام كيبشر بالخير، ولكن خص الدوله تعاون تكمل على هذا الشيء ان شاء الله الرحمن الرحيم. ومع هذا المطر اللي جا متاخر راه الحمد لله ما يكون الا لا تنساوش تزورونا على الصفحه الرسميه ديال لاله مولاتي وتضغطوا على سبسكرايب باش توصلوا بكل جديد.